السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموجز. تشهد محاور القتال بمنطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي هدوءا حذرا من صباح الخميس، وذلك حسب مصدر من شورى ثوار المدينة. المصدر ذكر أن مناوشات خفيفة تشهدها المنطقة بين قواتهم وميليشيات ما يعرف بالكرامة، مضيفا أن طيران ما يعرف بالكرامة الطيران الأجنبية المساندة له شن عدة غارات جوية على المنطقة. في شأن آخر، أكد عضو ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أنه تم تشكيل لجنة تعديل اتفاق الصخرات بطريقة لا تليق بالمجلس، مشيرا إلى عدم رضا نسبة عالية من الأعضاء على تشكيلها. شرادة في تصريح صحفي لها أضاف أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الدولة طالبوا بتشكيل لجنة تعديل الاتفاق من أعضاء المؤتمر الوطني العام، مؤكدا رفض رئاسة مجلس الدولة لهذا الاقتراح. وكان ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة قد أعلن في 9 مايو الجاري اعتماده لتشكيل لجنة لتعديل اتفاق الصخرات مكونة من رئيس و12 عضوا. انتهت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الخميس من مناقشة مقترحين دستوريين من أصل 7 مقترحات بحسب عضو الهيئة مراجع علي. عضو الهيئة في تصريح صحفي لا أوضح أن المقترحين اللذين تم مناقشتهما هما العودة للملكية الدستورية الذي تقدم به العضو مصطفى دلاف، ومقترح النظام الفيدرالي الذي تقدم به العضو عبد الحميد جبريل. وكانت الهيئة التأسيسية قد شكلت في مارس الماضي لجنة توافقية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء المؤيدين لمسودة الدستور الصادرة في صلالة والأعضاء المعارضين للمسودة. أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس عن اختطاف وكيل الجامعة للشؤون المالية والإدارية الدكتور سعيد سليمان معيوف. وأوضحت النقابة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مجهولين خطفوا معيوف اليوم الجمعة في منطقة الهضبة عند الباب الخلفي للجامعة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموجز، قدمناه لكم من قناة التناصح، في أمان الله.